التوقيت الزمني صامدا تحت اقدام شوق لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم اللي حققت توقيت زمني مقدار 9 دقائق 11 ثانيه جزء واحد من الثانيه، هي الاسرع في نظام الستة كيلومترات حتى هذه اللحظات. اذا مشاهدينا الكرام نشكر سالم سعيد بن منانة المتحدي دائما في كل لحظات التحدي ولحظات الانطلاق. نذكر الأخوة المتابعين انطلاقة المساء الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم الخاصة بزمول وحول أبناء القبائل في الانطلاقة المسائية إن شاء الله التي ستكون حاضرة مع الساعة الثانية في هذا المساء. مقدمة الشوط والمركز الأول، لنسير بمسار الاندفاع الأولى لتحديات هذا الشوط الذي يأتي في المقدمة، والشوط الخاص بالجعدان المحلي او بالفعل الزمول المحليات الاصايل في هذه اللحظات لهذه الانطلاقة الثالثة عشر في انطلاقة الصباح والمقدمة والمركز الاول. نتابع صدارة الشوط الرحال لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم هو من يحتل الصدارة مع المضمر مبارك بن عيسى المطيوعي، هو ياتي في مقدمة الشوط النقلة التالية على كفوف المركز الثاني. تعود ملكية سمو الشيخ راشد بن سعود المعلى والتضمير لسالم بن خلفان بشاوي الغفلي ياتي في المركز الثاني. المركز الثالث مياس لسمو الشيخ عبد الرحمن بن احمد المعلى، والتضمير لعبد المجيد البنغالي هو من يدير عمليات تضمير حبلنا الكريم. ننتقل الى المركز الرابع في هذه اللحظات، في رابع المراكز قاصد لسمو الشيخ احمد بن صقر القاسمي، والتولي التضمير تعود لعملية التضمير لحمد بن سعيدي بن الحد هو من يضمره. المركز الخامس هنا وجود سلهود اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وعبد الله بن طير العامري هو المضمر والمتابع لسلهود. أما المركز السادس يتواجد فيه مرعد، المركز السادس مرعد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوه الاجتبي اللي ضمره. اما اللي صغان في المركز السابع اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري في تولي عمليه التضمير. المركز الثامن هنا انتقاله شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي في تضميره يحتل المركز الثامن. المركز التاسع هنا شعار سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، وهذا هو شكلان ياتينا في هذا الموقع، ومطر بن علي بن واس في تضميره احتل المركز التاسع، بينما شاهين ياتي في المركز العاشر اسمه الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، وهنا المضمر راعي الشكل الثاني بن عبيد بن كديده. عشرة مراكز اذا مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء، واول نداء لهذا الشوط الذي يحمل في عنوانه المحليات الاصايل. المحليات الاصايل اكيد بلا شك رغبة الجميع في امتلاك النوعية المميزة والمفضلة دائما مع كل المحبين ومربي هذه السلالات العربية الاصيلة. عودة الى صدارة الشوط وعودة الى القمة وعودتنا الى كفو اسمه الشيخ راشد بن سعود المعلى، هو من يأتي على مقدمة الشوط لينتزع كفو المركز الأول حتى هذه اللحظات، والمضمر سالم بن خلفان بشاوي الغفلي على صدارة القمة وعلى اندفاع هذا الشوط وتحدياته الأولى. مشاهدينا الكرام المركز الثاني هناك تقدم واحتلال ثاني المراكز ووجود مياس على المركز الثاني لسمو الشيخ عبد الرحمن بن احمد المعلى هو من ياتينا في ثاني المراكز، والتضمير طبعا لعبد المجيد البنغالي هنا في بدايه هذا المشوار. المركز الثالث نتابع الرحال على ثالث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، والتضمير والمتابعه لمبارك بن عيسى المطيوعي اتولى تضميره في المركز الثالث. ننتقل لنتابع المركز الرابع، وهنا وجود ايضا كذلك اسم مميز هنا قاصد اسمه الشيخ احمد بن صقر القاسمي، والتضمير لحمد بن سعيدي بالحد
يتولى تضميره المركز الرابع المركز الخامس. نقلتنا ووجود مع هذه اللحظات مرعد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي في التضمير المركز السادس الهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بالطير العامري هو المضمر. اما المركز السابع نشاهد شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان سمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد المكتوم وبالشر متواجد. او لسمو الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم ياتي في المركز السادس في هذه اللحظات المركز السابع وراشد بن سالم اسمه سلهود والتضمير مشاهدينا الكرام راشد بن سالم بالشاوي الغفلي هو من ياتي في تضميره على المركز السابع. المركز الثامن ننتقل لنتابع المركز الثامن وما تغيير بهذا الموقع في هذه اللحظات. المركز الثامن أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء هنا يتواجد مصيحان اسمه الشيخ سلطان بن زايد الهيان عبد الله بن خلفان بن صايغ المزروعي في تضميره على المركز الثامن. والمركز التاسع وصل شكلان اسمه الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم التضمير مطار بن علي بن واس. والمركز العاشر المركز العاشر لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم والتضمير لثاني بن عبيد بالكديده. هذه العشرة مراكز الاولى مشاهدينا الاعزاء في هذا النداء الثاني لانطلاقه هذا الشوط وتحديد المسار. المسار اذا مشاهدينا الكرام 6 كيلومترات. هنا تحديات الختام في هذا اليوم الصباح الجميل مقدمة العودة إلى الصدارة والانطلاقة حتى هذه اللحظات. نعود إلى قاصد وقاصد جداك محافي في مقدمة الشوط لسمو الشيخ أحمد بن صقر القاسمي اللي احتل المركز الأول واحتل صدارة الشوط وحمد بن سعيدي بالحد هو من يتابعه في التدريب احتل المركز الأول. يا سلام هناك بالحد في صدارة الشوط ياتي بناموت ويبحر به إلى هالي السوان إلى هالي رأس الخيمة. لكن نشوف المركز الثاني هناك حتى هذه اللحظة ما صدرت عليه أي تعليمات ياتي في المركز الثاني يبتعد عن بقية المراكز مرعد لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة في ثاني المراكز بينما سلهود اسمه الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم في المركز الثالث وراشد بن سالم بشاوي الغفلي في تضميره يحتل ثالث المراكز في هذه اللحظة. أما المركز الرابع اللي يصل من خلال هذه اللحظات صغان اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميري في تضميره في المركز الرابع. المركز الخامس الهود اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم عبد الله بالطير العامري هو المضمر. خلاص نعود الى مقدمه الشوط وصلنا الى كيلو الامتحان كيلو المنافسه كيلو البدايه للناموس الكيلو الاخير. اذا حفلنا الكريم والمقدمه والعوده الى صداره الشوط وهناك مرعد من ينتزع صداره الشوط اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم. لكن وصول سلهود ومرعد مرعد وسلهود لكن سلهود يا سلام خلاص سلهود بالفعل هنا ينتزع المركز الاول اسمه الشيخ راشد بن محمد بن راشد المكتوم في صداره الشوط. راشد بن سالم بالشاوي الغفلي هو من يدير عمليات تضميره احتل المركز الاول سيطر على قمه الشوط وعلى هذا الاداء اكيد اكيد في مقدمه الشوط. وهدي بالك يا بالشاوي هدي بالك يا بالشاوي هناك على قمه الشوط بينما مرعد في المركز الثاني اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ياتي في المركز الثاني محمد بن سعيد بن حلوه. والمركز الثالث وصل سلهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بالطير العامري ضمره احتل المركز الثالث خطير للغايه خطير. يا سلام حذاري يا بالشاوي جايينك الربع جايينك يا سلام بسلهود ومرعد مرعد وسلهود سلهود مسيطر سلهود مسيطر اللحظات الاخيره يا سلام الله الكيلو الاخير هنا بالطير ياتي مشاهدينا الكرام بالفعل بالفعل الطير صاحب الامتار الاخيره هنا بالطير 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 سلهود 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 يحتل المركز الاول يبحر مع سلهود يذهب مع سلهود يسحب بساط المركز الاول من سلهود. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد ورايد المكتوم وتهني لعبد الله بالطير العامري على فوز سلهود بالمركز الاول في هذه اللحظات. المركز الثاني سلهود اسمه الشيخ راشد بن محمد ورايد المكتوم. المركز الثالث مرعد اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان مراد بن سعيد مكتوم. المركز الرابع صوان اسمه الشيخ مكتوم بن حمدان مراد مكتوم. المركز السادس اسمه الشيخ عبد العزيز
محمد بن عبد العزيز النعيمي المركز الرابع، المركز الخامس اسمه الشيخ احمد بن محمد برايد المكتوم، المركز السادس اسمه الشيخ حمدان برايد المكتوم، المركز السابع اسمه الشيخ احمد بن صقر القاسمي، المركز الثامن اسمه الشيخ حمدان برايد المكتوم، المركز التاسع اسمه الشيخ ماجد بن محمد برايد المكتوم، والمركز العاشر لسمو الشيخ ماجد بن محمد برايد المكتوم. نتابع المقدمة، نتابع الصدارة، ولكن نعود إلى التوقيت الزمني 10 دقائق 3 ثواني، 6 أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني سلهود، ثاني سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، والثانية لعبد الله بالطير العامري. المركز الثاني وصل سلهود لسمو الشيخ راشد بن محمد برايد المكتوم، قدم يساوي 10 دقائق 5 ثواني 6 أجزاء أو 5 أجزاء من الثانية، ثاني مضمن راهد بن سالم بن شاوي الغفري. أما المركز الثالث وصل في هذه اللحظات لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد بن سعيد مكتوم، 10 دقائق 6 ثواني 3 أجزاء من الثانية، ثاني والناموس محمد بن سعيد بن حلوة هو المضمر والمتابع لمرعد في المركز الثالث. انطلاقة شوط الختام بصوت الزميل فايز.